ايه يا بت يا زوكا؟ تفتكر الصبغه اللي انا جايباها دي هتديني نفس درجه لون الشعر اللي انا عاوزاه؟ مش عارفه، بس احسن من الاكسجين اللي انت قاعده تنيلي فيه طول النهار والليل ده. وماله يا اختي الاكسجين؟ بقول لك ايه، بصي يا بت، بصي الابله بتاعتنا قلبها رهيف ازاي، متاثره قوي بالفيلم. متاثره على الفيلم مش متاثره من اللي هي عاملاه فينا. وهي عملت فينا ايه يا اختي؟ مش كفايه لمتنا من الشارع بعد ما كنا بنبيع ورد ومناديل؟ ما تقلقيش حبيبتي، قريب قوي هنرجع الشارع بسبب الزفته دي. قصدك البت طوحه؟ الزفته اللي ما تتسمى من ساعه ما جت وهي بتحدف لها كل الزباين النضج، واحنا قاعدين انا احط في مانيكير وانت قاعده تعملي في صبغه معفنه. يا لهوي يا بت، ده انت طلعتي سودة وشايله كده ومعبيه. يا حبيبتي احنا كده كده بسببها هنرجع الشارع، ما انت لازم تفهمي اصلي. وهي بقى تحه ذنبها ايه؟ مش الزباين هي اللي بتطلبها؟ يا حبيبتي ما انت لازم تفهمي، البرنس بتاعنا مزاجنجي، يعني مدام جيهان ما عجبتوش، وقبل صور بتجيب لها الزباين النظيفه، يعني انا وانت هنفضل قاعدين على دي؟ هنترمي برضه في الشارع. جرايه يا بت انت وهي يا بت بتنادوا عليا ليه؟ مش شايفيني منهمكه في الفيلم؟ لا يا ابله ما نستغناش، احنا كنا بنتكلم عليكي والله، بنجيب سيرتك بالخير والله يا ابله ما نستغناش يا حبيبتي. وداهيه ست الكل. الله الله الله، اهلا يا حبيبي يا برنس. اهلا بيكي ست الكل. ان شاء الله تكوني انبسطتي. اه جدا جدا جدا. الله 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 الله. قول لي يا بيه، البنت بساطتك؟ دوحة، دوحة دي خرافة، حكاية تانية خالص. بليز بليز برنسيسة، أنا عايز لما نيجي هنا ما لاقيش غير دوحة. عيني، أنت تؤمر يا برنس. دوحة دوحة وبس. حياتي. طب يلا غني لي أغنية بقى على دوحة. سقف يا بنت. حلوة يا عبلة. أوي أوي يا باشا. حبيبتي برنسيس، حبيبتي. أنا أكون جو سوي. أنا أكون جو سوي. أنا أكون جو سوي. مالك يا بنت؟ بتعملي إيه؟ فرنساوي، بتعلم فرنساوي. فرنساوي؟ مش يا أختي لما تتعلمي العربي الأول تبقي تتعلمي الفرنساوي؟ طب على الأقل يا أختي أنا طالعة من رابعة ابتدائي، الدور والباقي بقى على ما تعرفش الألف من كوز الدورة. ما حسساني يعني إن أنتِ واخدة الدبلونة. يلا قومي البسي عشان نروح للمخفي عدي ده نسال على البنت خوخ. الله، وانت ايش عارفك ان هو يعرف حاجه عنها؟ مفيش خلاص حد غيره، خالتها وسالني عندها، وبعدين ابو الكوامل شاكك كده ان في انا في الحكايه دي. ما طول عمري بقول البت دي هبله وعماله تقلدك عماله على بطاها. هتلبسيها فيا بقى ولا ايه؟ هلبسها فيكي. طب ومناسبه اللبس الجديد اللي انت لابساه، الشفتيشي ده جبتيه منين؟ وحياتك اول لابسه، اول لابسه، بسم الله ما شاء الله. وحياتك يا اختي ما انا عارفه انه جديد، ده انا حافظه حته حته في دلاب. بسم الله ما شاء الله، خمسه خمسه في عينك، خمسه. شكل البليه بتجري وبتلعب في ايديكي يا اختي اليومين دول. وبالك لما البليه تلعب معاك انت اخرى. انا اقصى حاجه يا اختي كنت بلعبها زمان حاجه حجيجه بتطلعها. اشجان بنتي اشجان، تعالي انا عايزاك. ودول بيطلعوا امتى دول؟ انت مش في عشتك ليا وزه؟ انت كنت فين يا اشجان؟ مالك يا ست؟ اكونش يا اختي على ذمتك؟ انت مالك انت؟ اجي امتى اروح امتى؟ مش خالتي وخالتك وتفرقوا الخالات؟ ما تنطقي يا اشجان بدل ما اطبع قرع شبشبي على جوزك. شبشب مالي يا ام شبشب؟ يا بت ده انت لو في منك اتنين كنت لبستهم في رجلي. اقف يا اختي وفولي وتعادلي، ده انا اشجان يعني ماما. اهلا وسهلا، شرفتينا. ما يا اختي السمعه سابقاكي. اوعي يا بت تكوني لما لبستي من عرق جسمك تبقي نضيفتي رجعي لاصلك يا اختي رجعي. عرق جسمي مين يا معفنه؟ ما هو طبعا اللي متطلقه واحنا مش عارفين اتطلقت ليه ومش لاقيه راجل يلمها لازم تعمل كده.
انا حبيبتي متجوزه وعندي راجل مكفيني، بس هي الدنيا كده، الحرامي يفتكر كل الناس حراميه، واللي ماشي بطال يفتكر كل الناس زيه. مين دي اختي اللي ماشيها بطال؟ انت. انا برضو اللي ماشي بطال. ما انت لو كنت متجوزه دكر كان لمك، بدل ما انت عماله تتسرمحي في العربيات مع الشباب عشان يجيبوا لك هدمتين ينجروكي. شباب مين يا ام شباب؟ لم نفسك، بدل ما اقطع لك لسانك من لغلوغ واجيبك من شعرك امسح بيكي بلاط الحاره رايح جاي. تمسحي بلاط مين يا بنت؟ ما تلفيش وتدوري عليا، انا لسه شايفاك. انت مش كنتي مع هاني بيه؟ انا هتبلع عليكي. هاني بيه مين يا وز؟ هاني بيه مين؟ اها هاني بيه يا عناي اللي كنت قاعده تلففي معاه، وكنت قاعده معاه كمان في مدينه ناصر. انا شفتك. يا اختي انا لا اعرف هاني بيه ولا اعرف هاني باشا ولا اعرف هاني فندي، ولا بركب عربيات ولا بروح مدينه نصر ولا بخطي مصر الجديده من اصله. يا بنت بطلي سهواك، ده انا شايفاكي بعناية الجوز، قال يعني عامله فيها العفه والشرف بيخروا منك، ده انت كنت قاعده جنبه عماله تتحسويكي وتتدلعي. اتحسك واتدلع على مين؟ على هاني بيه؟ يطلع مين هاني بيه ده يا ويس؟ مين اللي مخليكي فايره علينا كده ومش طايقانه؟ ها؟ لمي نفسك يا عنيا ولمي فضايحك بدل ما اغيب عليكي يا عنيا. لا يا حبيبتي، تغيبي على مين؟ فوقي بقى لنفسك. تغيبي على جوزك؟ تغيبي على العفه والشرف؟ ممكن، لكن تغيبي على وزة؟ لا يا حبيبتي، ده انت ليلك نهاره هيتاخر وهوريك ايام سودة. ماشي يا اشجان؟ بقول لك ايه؟ انا هغيب عن وشك، اصل انا راجعه من الشغل تعبانه. ما تنسيش يا بنت تسلميني على هاني بيه. بالاذن يا عنيا. قال هاني بقى كتكنيلة. تعال اقعد هنا جنبي. مساء الفل. مساء الخير. انت اسمك ايه بقى؟ انا اسمي محسن. محسن؟ وبيدلعوك يقولوا لك ايه؟ محسن. يعني بيدلعوك كمان يقولوا لك محسن؟ وفي الحقيقة بقى الحقيقة أنا راجل متجوز. يا خراشي، متجوز؟ وإيه بقى اللي بيجيبك هنا طالما أنت متجوز؟ فعلا فعلا لأول مرة أعمل كده. أول مرة كمان تعمل كده؟ يبقى أنت بقى شكلك مش مبسوط ومرتاح مع مراتك. لا، في الحقيقة بقى هي اللي مش مبسوطة. يا أختي هي اللي مش مبسوطة؟ طب أنا بقى هبسطها لك. نعم. اسمع بس، الستات دول بحر كبير قوي، وما تفهمش الست إلا ست زيها. أفهمك. الستات دول عاملين زي باب المغارة السحرية، واللي معاه كلمة السر هو اللي يعرف يدخل ويفتح الباب ده، وساعتها يعرف ياخد قلبها. طب وكلمة السر دي هجيبها منين؟ أقول لك يا سيدي، يعني مثلا تجيب لها هدية حلوة، تشوف هي بتحب إيه وتعمله لها، تصحيها كده مثلا وتجيب لها وردة وتحط لها الفطار على السرير، شوية دلع وحنية كده هتبقى زي الملبن في إيدك. ده أنت فل أوي، كتر خيرك. تعالى بقى أما أفهمك. فهميني قوليلي.